مؤسستنا تحتوي على معمل، معمل لخياطة محتوي كثير من النساء المنتجات في عدن، منهم ست مدربات أساسيات في المشغل، وعدد المتدربات 20 مدربة. مشغلنا يقوم بتفصيل الشنط المدرسية، الأزياء المدرسية، وبعض الأزياء تبع السيكوريتي أو حاجات كثيرة. هدف المعمل في المؤسسة أنه يقوم على مساعدة الناس المحتاجة، أولاً اللي هم الأسر المنتجة. ثاني شيء أنه أسعارنا منافسة في السوق كثير، بحيث أنه أسعارنا يعني تكون نصف أسعار السوق. دعمنا كان في معنا مشاريع في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، منها مدرسة التوحد، مدرسة الصم والبكم، وعدة من المدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.